يعني احنا عاوزين نرحب بحضرتك استاذه وداد ونعرف الساده اللي بيشوفونا ان احنا معانا المعلمه الفاضله شكرا. استاذه وداد حمدي عبد العال، عشان الناس تبقى عارفه حضرتك وكيل مدرسه السنبلاوين اللي هي مدرسه ثانوي بنات. واثناء امتحانات الشهاده الاعداديه المديريه كلفت حضرتك برئاسه لجنه الامتحان بتاع الإعدادية اللي هي في مدرسة الشهيد محمد الشقري الابتدائية. ده المكان اللي اتصور فيه الفيديو اللي انتشر بتاع حالة الغش أو محاولة حضرتك للسيطرة على اللجنة. مش كده؟ طبعا معانا علي بيه عبد الرؤوف اللي هو مدير المديرية، من رجال التعليم يعني المشهود لهم. وأولا حضرتك مثال للمعلم اللي احنا نريده يعني الحقيقة، ويمكن سمعتي ده من ناس كتير. طبعا احنا بنتكلم مع حضرتك عشان نناقش الظاهرة نفسها. هو حضرتك كان في حالات فردية تمام، فبتحاول تغش، منعنا الغش بأخدان التليفونات كده، بتوزيع الملاحظة تمام. احنا بعد يوم اتنين بقينا نعرف مين الهايب الموضوع، نحط معاه حد تمام، ومشيت الدنيا. ويعني سعنت برضو الأستاذ محمد عبد الله لما كانت تحصل من خارج اللجنة أي محاولة، كان معانا وكان بيساعدنا. وعلشان كده المشهد اللي حضرتك شفته نتيجة إيه؟ نتيجة بنمنع الغش، وقلنا الغش شرعا حرام، قانونا له عقوبة، انتوا صغيرين وده ترم أول يعني وبلاش. هو طبعا يعني كنا بنتعامل معاهم حضرتك فعلا يعني إن دول ولادنا، دول بناتنا. وكثير قلت لهم إن شاء الله هنكون مع بعض في العام القادم في ثانوية بنات، واطمئنوا. كلمناهم كتير يعني ليه الحالات الفردية مش العموم. ففي بنات حضرتك مجتهدة كويسة رافضة الغش مع نفسها. طيب واحنا ملاحظين يعني عموما الظواهر، عشان كده بنبحث القضيه دي. حضرتك تذكر السنه اللي فاتت لما عملنا الابحاث كحل اثناء الكورونا، الناس بنحاول نساعد برضو ان كلهم ولادنا يكملوا العام الدراسي بانهم يحلوا، مثلا مش قادرين نجيبهم يمتحنوا في لجان ايام الكورونا، فقلنا يحلوا من البيت. فوجئنا ساعتها ببعض المكتبات وبعض الناس حاولت تبيع أبحاث محلولة، فأفقدنا الطالب القدرة أو أن هو حتى يتعلم يعني يحاول. نفس الشيء اتكرر في الرابعة ابتدائي في المهام الأدائية بنفس الشكل بالظبط، وفي امتحانات الثانوية العامة برضو تدخيل التليفونات واستخدام تطبيقات على الكمبيوتر. فإحنا بنتكلم على ظاهرة حضرتك على مستوى المديرية مثلا شايفها واسعة النطاق حالات فردية ولا بقت أكتر من زمان؟ يعني توصفها إزاي؟ عشان أكون صريح برضو عليك مع الوزير، هي أكتر شوية في الفترة الأخيرة، ولكن إحنا عايزين نقول إيه؟ طول ما ولي الأمر بيبحث عن الدرجة بأي وسيلة شرعية أو غير شرعية هيفضل كده. هو إحنا عايزين نقول هو عايز يعلم ابنه، يسيب المختصين في التعليم يعلمه. اللي بيحصل بالظبط ان مش كل اللي كان كده، ولكن هي ظاهره الغش ظاهره موجوده، بتفرق من مكان لمكان ومن مدرسه لمدرسه ومن حي لحي. يعني انا ما تصل لتهديد المعلم، والمعلم يبقى مش عارف يطلع من المدرسه او خايف او بيتسال في التلفزيون هترجع المدرسه تاني ولا لا. احنا وصلنا لمرحله من مش بقى الاهتمام بالدرجه، ده نوع من يعني عبادة الدرجات. يعني لازم نفكر تاني ان ده احنا كده كمجتمع بنأذي الولاد. بالظبط. ده اكيد. بالظبط. يعني بنأذيهم ولا بنعلمهم حاجة غلط وحرام واخلاقيا ودينيا وكل حاجة، وما بيتعلموش الحاجة اللي كان مفروض جايين يتعلموها. فالفكرة تبدو بسيطة بس هي خطيرة جدا. اول مرة اللي يهمني في القصة دي او مزعلني الحقيقة، ان لو احد الصغار لسه صغير وحاول يغش بنحاول نقومه، بس مشاركة ولي الأمر اللي بيشجعه على ده هي اللي محتاجة نقف عندها. دي اللي جديدة بقى، دي تهمني جدا. وحضرتك بتقولي يعني سؤالتي أعتقد في برنامج
لي ده كانوا يعني بيقولوا ألفاظ وهجوم لفظي على الأقل للأسف. يعني اضطريتي تلجئي لقوات الأمن عشان ده شيء الحقيقة جديد تماما علينا للأسف. ظاهرة أتمنى ما تكونش واسعة النطاق، بس لو قلنا السادة المعلمين اللي بيطلب منهم حضرتك بتكلفهم بالملاحظة والمراقبة دي، بالنسبة لهم أصبحت مهمة شقة أو صعبة أو بيقلقوا منها جدا. يعني هم بيتعرضوا مش بقى عندكم بس، في الجمهورية كلها أعتقد لضغوط ولا إيه؟ يعني حضرتك كمعلمة لما يجيلك التكليف ده بالنسبة لك عيب حاليا؟ آه. لا مش هيكون عيب، أصل المبدأ موجود وهي بل بالعكس في اكتساب خبرات كل مرة هتزيد عن اللي قبلها، بس احنا من فضل حضرتك عايزين قرار يمنع تواجد أولياء الأمور خارج اللجنة. ليه حضرتك؟ نعلم أولادنا الاعتماد على الذات، قابلهم مشكلة يقدروا يحلوها، لكن وبعدين ما يكونش ما نربيش جواهم خوف من الامتحان. الامتحان جزء من المنهج مش كل المنهج، أسئلته جزء من المنهج. نتمنى ان تكون الظاهرة اللي شفناها مش واسعة النطاق قوي، يعني يبقى بعض الناس مش كل الناس، متأكد في ناس حريصة على تعليم ولادها، بس وجود المجموعة اللي بتحاول تغش بيشعر الطالب الجاد برضو بان ما فيش تكافؤ فرص. يعني لو اقول انا تعبت وذاكرت وزميلي حصل على شيء اذاني، يعني حضرتك تشوف ايه الاجراءات اللي بتقترحها؟ يعني الاستاذه وداد بتقول حاجه منطقيه اللي هي مش مفروض يبقى في تواجد حوالين مكان مؤسسه تعليميه او حوالين مستشفى لو اتكلمنا على الطب. يعني ما نخشش مع المريض اوضه العمليات. يعني حضرتك لحماية الأول السادة المعلمين أنهم لازم يشتغلوا في ظروف طبيعية. واحنا نبدأ من الوقت مع الوزير معليك، نبدأ من دلوقتي بالاشتراك مع مجلس الأمناء ومجلس إدارة المدرسة ومديرين المدارس، نجيش نفسنا لإقناع ولي الأمر، سيبنا نعلم ابنك، إيدك في إيدنا نعلم ابنك في إيد أمينة، بس هو يقتنع أن ابنه في إيدين أمينة، ابنه قاعد في اللجنة لن يمس بأي ضرر. الامتحان ما هتبقاش صعبة ولا حاجة، مش عاملين امتحانات صعبة ولا حاجة مع الوزير، ما أنا بدأت في تقدير درجات. موضوع امتحانات فيه ألفاظ إحنا مستخدمة صعب وسهل ومستوى الطالب المتوسط والحاجات دي. يا جماعة نفتكر الامتحان على الكل. مفيش حاجة اسمها صعب وسهل، مفيش حاجة اسمها مستوى الطالب المتوسط. ده كلام علمي يترك للمختصين. أي ولي أمر يبقى عارف الامتحان اللي بيجي لابنه هو اللي بيجي للي جنبه. وبالتالي الدرجات تعبر عن نسبة وتناسب. لو الفكرة إن إحنا بعتين أو الطالب جاي بهدف التعلم، بس طول ما الهدف مش التعلم، الهدف ضمان الحصول على درجة وعلى درجة عالية بشكل أو آخر، هو ده اللي عامل المشكلة. لأنه طول عمر المؤسسات التعليمية موجودة وطول عمرها تحاسب على التعلم نفسه، بس الغريب إن إحنا ما نسألش خالص الأولاد اتعلمتوا إيه، احنا مسألهم جبتوا كام. هو الكلام عن المحتوى التعليمي بيجي في سياق هو ايه اللي همتحن فيه وايه اللي مش همتحن فيه، ندور على تقليل الجهد كمان وهنلغي ايه وهنشيل ايه، كأن المواد دي مش مبنية على بعض. فاعتقد الحلقة المفقودة ان الاهتمام بقى بالدرجة بس والمحتوى مش كأنه مضايقنا، يعني كأنه ضيق. طب يعني يمكن عن طريق حضرتك أو يعني في رسالة لكل أولياء الأمور، ومتأكدين مش ولي أمر ما بيحبش ولاده، بس صورة الحب بقى، بالتالي في جزء من أولياء الأمور معتقد إن الحب ده ينعكس في إنه يساعده يجيب نمرة بشكل أو آخر. شيلنا الجزء الأخلاقي والتربوي والتعليمي عشان نوصل للنمرة. فإحنا بس بنحاول الناس سمعنا إن يا جماعة ما تنسوش ان الهدف هو تعليم الاولاد مش الحصول على درجات بالشكل ده، درجات زائفه. بنطلع جيل هيتعب جدا عشان يشتغل وهيتعب جدا عشان ينمي نفسه بعد كده. والناقش هو ليه الغش عند بعض الناس اصبح حق؟ الناس اللي تهجموا على حضرتك اكيد يعتقدوا ان من حقهم يعملوا كده، فاحنا لازم نقول لهم هنا لا، ده مش من حقكم، دي جريمه يعاقب عليها القانون، وإحنا هناخد كل الإجراءات إن شاء الله. هنعلنها قريبا جدا
لثلاث حاجات او حاجتين: حمايه المعلمين واعطاء المنظومه التعليميه المسؤولين عن اداره المنظومه التعليميه من هؤلاء الناس اللي بيعملوا كده. الحاجه الثانيه هي تجريم او تطبيق القواعد اللي موجوده بشده على من يساهم في الغش، سواء كان احد الثلاث اطراف. تمام. هنقول بالظبط هنعمل ايه لو اشترك في الغش واحد من الثلاثه دول بقوانين صارمه، لانه زي ما حضرتك قلت تكافؤ الفرص بين المجتهد والملتزم ما نقدرش نسويه باللي حاول يخترق النظام، بالتالي ده شيء منطقي او عادل يعني، فلازم نعمل كده. فاحنا هنحاول نترجم دي لاجراءات تحمي الساده المعلمين وتحمي الطالب المجتهد وتعمق من تكافؤ الفرص. ده اكيد اتنقل من لجنه مش في بلده، ممكن ما تكونش في بلده خالص. يعني انا علي حضرتك بتكلفنا رئيس لجنه في بلدي لبلد جنب، طب اروح بلد مش بلدي، مدرسه مش مدرستي، انا وزوم و17 18 ملاحظ، رئيس اللجنه لا يملك الا نظارته وقلم، ما يملكش غير دول، وهو جوه لجنه في بلد غير بلده، ما هي شهاده اعداديه، هي شهاده محليه بس شهاده عامه، فما بيلاقيش في بلد او ما بيلاحظش في بلد، فبقى عنده نوع من الرعب شويه انه ما نقول بلد تاني. ولكن في معلمين راحوا لجان في بلاد تانيه ما غششوش، واللجان اتظبطت وعدت على خير وسلام بجزء من الامن خارج اللجنه. ببلد بتحب التعليم. لا لا انا مع حضرتك كل ده، ويعني احترامنا للمعلمين الحقيقه عالي جدا، ولازم الناس كلها يعني الناس لازم نجله ونحترمه ونحافظ عليه. هنساعد بعض عشان نأمن اللجان دي ان شاء الله ونحمي السادة المعلمين، بس انا كنت كتبت تعقيبا على ده ما اقتنع به الحقيقه، ان هو حضراتكم عارفين بنحاول والسيد الرئيس عاوز وبيتكلم على بناء الإنسان وبنتكلم على إن الجيل ده نفسنا إن ربيه يقود التنمية اللي بنعملها دي كلها، بس ده مش هيحصل أو مش هناخد المزايا بتاعت التطوير إلا إذا كنا فعلا بقينا عاوزين نستفيد منها عاوزينها. مش كل عنا على الدرجة، مش كل عنا السؤال الوحيد ادونا نماذج مسائل نحل زيها، احنا عاوزين نعرف ايه اللي جاي في الامتحان، اللي امتحنا فيه قبل كده نمتحن فيه تاني. الاسئله كلها كده، عدد الاسئله، النمر، هنكتب بقلم رصاص ولا بقلم جاف، بس المفروض الحديث ما يبقاش في الحته دي خالص. المفروض الحديث يبقى احنا النهارده كتاب العلوم لقينا فيه موضوع مثير جدا عاوزين نتناقش فيه، او تعلمنا حاجه في اللغه العربيه جميله، او عرفنا شيء جديد. ده كانت الحاجة اللي بتسعدنا زمان، عشان كده كنا بنقرأ وكنا بنحاول نتثقف. مش مفروض نبقى عاملين المبالغة دي في امتحان بتاع رابعة ابتدائي اللي فيها جامعة وطرح، حتى دول أطفال، فإحنا كده مش رعبنا الأطفال، إحنا حسسناهم إن التعليم ده معركة. فده غلطة كبيرة جدا في تكوين الطفل، إن بدل ما نعلمه يستمتع بالجزء ده، كلنا بنحب نعرف حاجة جديدة وإحنا أطفال حتى، انما انا عشان اخلي الطفل رايح مرعوب كانها حاله حرب، فده في حد ذاته المشهد مخالف او مغاير تماما للي بنحاول نعمله. يا ريت يعني الكبار مننا يروا ان الجيل ده لو اتعلم بالطريقه الجديده بالطريقه الصح هو نفسه متقبلها ومش صعب عليه خالص ومبسوط من الامتحان. اللي كان خايف الكبار برضه، ايوه كبار، بس عاوز اقول لهم انتوا بتحطوا ضغط على الولاد واحنا بنحاول ما نعلمهمش اللغه بتاعت الامتحانات دي خالص، نسيبهم يتعلموا وهيجيبوا نمر، بس لازم النمر تبقى مرتبطه بالتعلم، ما تبقاش باي سبب تاني. كل الامتحانات بتطبق عليهم في نفس الظروف، وبالتالي النمر دي لا تعني شيء غير ابني فين من زمايله. نعمل مجموعه من الاجراءات لحمايه المعلمين، المفروض ما يبقوش يعني من ناحية المادية نسيبهم بشكل أفضل، ومن ناحية التأمينية إنهم يروحوا يشتغلوا في ظروف آمنة، وبنناشد بقى أولياء الأمور العاقلين يساعدونا كمان في تعليم الولاد بشكل زي ما تتعاون معنا مجلس الأمناء لها دور كبير جدا، تشتغل معنا في الإدارات وفي المدارس، كل مدرسة في مدرسة أمناء، كل إدارة. لعل القصة اللي احنا بنبحثها تكون بداية تعاون أكبر فعلا من مجالس الأمناء على مستوى الجمهورية في جميع المديريات، بحيث
نخلي الولاد تتعلم في ظروف تسمح بالتعلم. وإن شاء الله ونشكرك وداد. يعني قبل ما تسيبينا احنا عاوزين بس يعني شهادة تقدير بسيطة كده، بنقول لك متشكرين لحضرتك ولكل السادة المعلمين اللي في مصر كلها اللي بيؤدوا الدور ده بكفاءة، وكل مديري المديريات وكلاء الوزارة وكل الفريق من الملاحظين. فيعني نشكر حضرتك حاجة بسيطة جدا إلى أن ننفذ الإجراءات اللي اتفقنا عليها. شكرا. كل الشكر عليك يا وزير.